sister and two brother. My mom is a تحية طيبة أحبابي من مطبخ بنو نوها، ورجعنا لكم اليوم فيديو جديد أتمنى ينال على إعجابكم. تقسم تضاريس محافظة ديالى إلى قسمين، المنطقة على منطقة متموجة وسهل الرسوب، خاصة عنصر الحبيب هاي 6000 سنة، وعصر فترة السلالات بالألف الثالث، وعصر البابل القديم في الألف الثاني. توكلين والاستفادة منها وخلص المياه وتوليد الطاقة الكهربائية. أحسنت. ما هي المظاهر والآثار التاريخية في محافظة دهوك؟ أكدوا التقريبات عن تمثال البرونز الذي تمثل الضيافة جالسا على القاعدة، الذي تمثال البرونز الذي يتمثل الملك الأكدي ناراوسي، والذي يظهر جالسا على القاعدة باللقى المسمارية التي تعني انتصاراته في المعارك، وهو الآن موجود في المتحف العراقي في بغداد. أحسنت. سورة شنو؟ You should go to hospital. أحسنتي. مهندس شنو ماما؟ Engineer. فلاح؟ Farmer. معلم؟ Teacher. ربة بنزل؟ Housewife. Shop assistant. ممرضة؟ Nurse. أحسنتي. سائق حافلة؟ Bus driver. دكتور؟ Doctor. أحسنتي. He is an IT programmer. He هاي الأسئلة الأسبوعية. شوفي بالله قريبة. أنا أشوف. Hi, my name is Benin. I'm Iraqi. I live with my mom and my dad. I have 4 sisters and 2 brothers. My mom is a housewife. My dad is manager in company. My best friend and I go to school by bus. I want to be lover. أحسنت. طبعا هاي ورقتي امتحان الشهر مالت الإسلامية. هي أصلا يعني سوت لنا مفاجئ. وهنا أنا مثل ما شفتوا أحبابي، درسنا قبل يومين، كان الامتحانات ودرست بن منو عبوسي، والحمد لله خلصوا اليوم. وهاي هنا جاي اغسل وياكم الطباخ ونكمل باقي فقرات الفيديو. بابي حبيت اشوفكم هاي المقتطفات من غسل الطباخ، لان بنات سألوني شنو استخدم من غسل الطباخ، فانا استخدم داستي مزيل الدهون، يعني كلش راقي. اي شغلة عندي ارد انظفها انظفها بالداستي، اذا ما موجود الداستي اغسل بالكلور اللي هو القاصر، وزاها المواعين اي غسول موجود عندي. هالشكل هذا ما شاء الله طلع الطباخ كلش راقي، كأنما اليوم جايبين. هذا الطباخ صار لعندي انا 5 سنوات. هاي طبعا الجامة بعدني ما منظفتها كلش، يعني على النص. والجامة اللي شفتوها انتم خليتها غسلتها غسل جيد وخليتها تنشف. هم اذا تحبون انزلكم فيديو خاص لغسل الطباخ. هنا انا طبعا غسلت الباب هذا كله بقاصر، وانا من غسله البس شفات شف مخليته ما استعمله، وما الحرارة يعني نطلع بيه شي حار، بس انا ما استخدم الفرن، فمخليته لهيك شغلات. فغسلت الحاوية وغسلت الباب مال الحديقة. ابنية طلبت تشوف من عندي، حبة تشوف الجراج مالت الحديقة، وتشوف ترتيب الحديقة مالتنا وشكلها من البداية. قالت خالة شوفين الحديقة مالتكم عن بعد، يعني صوريها لنا عن بعيد، يعني شوف الجراج كله والحديقة كلها، لان تريد تبني بيت عندها خارطة اعتقد، تريد تشوف بداية البيت ترتيبه شلون. فصورتها من البداية، من بداية الباب
يعني الجراج كله طلعته والحديقة صورتها عن بعد على مود تشوفها. وهاي هنا النباتات مالتنا الخضار، دائما نسولف بيه ونقول الخضار كلش حلو بالبيت ينطي طاقة. هاي هنا أنا طبعا سقيت النباتات كلها، كان الجو كلش حلو هاي أمس وغسلت الحديقة وحبيت أشوفكم إياها. طبعا هواي مقاطع لقيتها الصراحة ما أدري ما مسجلة أم محذوفة ما أعرف، المهم فحاولت قدر الإمكان أشوفكم، يعني الفيديوهات اللي لقيتها موجودة نزلتها بهالفيديو. حبيبتي هاي حديقتنا، هذا الجراج وهاي من هنا الباب. طبعا هاي الحاوية مكانها برا بالشارع بس دخلناها للبيت لان غسلناها بكلور وبعدنا ما مطلعينها. هذا شكل الحديقة مالتنا. هاي النباتات كلش حلوة وتتحمل، وهاي النخلة مالتنا. ما شاء الله هنا كان الجو كلش حلو، يعني هاي الفيديو قبل يومين انا هاي الحديقة صورتها اللي هو امس. انا عندي بعد ترتيبات بالحديقة، اريد اصبغ هاي القمرية مالتنا لان قديمة الصراحة، صار هيك مثل ما قلت لكم احنا بيتنا صار له 15 سنة يعني البناء مالته والترتيب، بس احنا من سكننا بي راح تصير لنا السنة الثامنة هاي يعني 7 سنوات ونص، فلذلك يشوفون الباب قديم، القمرية قديمة، فكله يراد له تجديد. ان شاء الله هالباب نصبغه، والقمرية ايضا هاي مالتنا يعني السقفية مالت الجراج اريد اصبغها باللون الابيض. وهسه على الربيع يعني الجو حلو بعد ما جاي الصيف راح اخلي نباتات اعلقها نباتات تعليق. هذا الباب سويته بهاي الخلطة وياكم قبل شهر، ما شاء الله بعد على حاله يلمع. الخلطة اللي سويتها للبيبان مالت اللي قلت لكم عليها يصير تسوون بيها اي باب صاج. انا حتى الحديد مسحته بهاي الخلطة، موجودة على قناتي خلطة تلميع الاخشاب. فهذا شكلها القمرية. طبعا هنا الإضاءة كانت مشغولة، هالشكل هاي هاي حديقتنا. هذا الغصن كلش أحبه، دائما أصوره لكم. أنا هنا مخليت له هيجي مثل يعني شادته لأنه متسلق، ومعلقته بهاي القمرية مالتنا الحديد، يعني مسويت له مثل التعلاقة هيجي. فمنين ما أريد أخليه من هاي الجهة أو من هاي الجهة يعني أنا أتحكم بي. هاي هنا أنا أدي شوفوا بالباب كلش فوق العش مالت الحمامة. طبعا هاي حديقتنا كلش احنا معتنين بيها، صار لها كلش هواي عندنا تقريبا صار هاي 8 سنوات احنا معتنين بيها، يعني دائما ايدنا بيها والحمد لله يعني حلوة صارت. هاي هنا المكان اللي دائما نخلي منها السيارة بالجراج، وهاي الجهة الثانية إذا ما موجودة السيارة نسوي بها قاعدة اللي أصورها لكم دائما. هنا يم الزرع يم النباتات هنا دائما نسوي قاعدة ونقعد ونشرب شاي أو نشوي لحم ونفرش نتعشى أو نتغدى بهذا المكان. بس قلت لكم هي إرادة لها ترتيبات، عندي أصبغ الشباك، أصبغ الباب، أصبغ مثل ما قلت لكم السقف القمرية هاي مالت الجراج، يعني ترتيبات كلها أصبغها باللون الأبيض. هسه هنا أنا راح نجي اليوم أنا راح أسوي لكم شبزي اللي هي يسمونها باقي المحافظات السبزي، إحنا نسميها شبزي بالبصرة. فأنا بداية ثرمته وخليته بدون أي دهون، أدي قليل من اللحم صغار يعني قطعته لأن كنت مستعجلة وخليته وياه بداية بدون أي زيت، بس أخليه يشف من الماء مالته بعدين أضيف زيت وأظل أحمس بيه كلش هواي. بس أنا لأن مسرعة الفيديو ما
بس يحمس عندي اضيف المعجون، ما اخلي طماطم. قبل كنت اخلي طماطم، هسه بعد ما اخليه لان اشوف ما لها داعي. المعجون كلش كافي حلو يعطيها طعم. فمن تبدي هنا تطلع عندي ريحة المعجون بهالشكل هذا. بعدين راح اضيف اللوبيا. اللوبيا اذا منقعينها ضيفوها من البداية، اما اذا مسلوقة عندكم تخلونها بهالمرحلة هاي. انا هاي طريقتي بهالشكل هذا. بعدين من اشوفها كلش حمست وطلعت الريحة، راح اخلي لها ماي ساخن. هالشكل هذا صارت عندي روعة. وهنا انا كنت سالقة لحم عندي مالت غنم، يعني هيجي كم وحدة. فبعدين غيرت المكان مالتها، مالت المرقة، خليتها بالتبسي. انا دائما احب اقدمها بالتبسي من نقعد نتغدى. وهنا سويت تمن بزل كلش حلو طلع. فخليتها بهذا التبسي اللي هو دائما اخلي بيه المروقات، احبها يعني على شكل مقلاة بس عميقة قصير. فخليت هذا اللحم وطلعت فد يعني مرقة روعة تجنن. وما اخلي اللحم بالبداية لان عندنا نفرين ما يحبون اللحم الغنم، فاشيل لهم من عنده بعدين اخلي لحم الغنم. كلش حلوة طلعت تجنن. هاي طريقة مرقة الشبزي. اهم شي تحمسونه زين بالبداية. هنا انا هذا مثل ما قلت لكم هذا تمن البزل وياي يجنن فد شي. انا استخدم دائما تمن محمود. هسه طبعا راح اجي انظف على السرعه، وهم سرعت لكم الفيديو ما بدي اطول عليكم. يعني مثل ما تعرفون هو نفس الروتين كله، ننظف القنفات، نكنس الارضيه، نمسح الشغلات من هنا ومن هنا. اذا عندنا فد شيء يحتاج مسح، اللي يحتاج غسل نغسله، اللي يحتاج بس كنس نكنسه، وهكذا. فما احب يعني انا اطول بالتنظيفات لان انتم كلكم تعرفون تغسلون وتكنسون وتمسحون. فأنا أعطيكم يعني المهم مثل كديكور كفكرة. هاي هنا ديكور جديد هم غيرته، تستفادون من عنده. يعني ما حاول أركز على التنظيفات لأن التنظيفات كلها تعرف تنظف، كلها تعرف تغسل المواعين، كلها تعرف تكنس تمسح. بس أنتم دائما تحبون تطلبون من عندي أفكار جديدة ديكور البيت. فأنا كل ما أغير ديكور أشوفكم الأفكار مالاتي، تستفادون من عندها. هاي النباتات دائما تسألوني عليها، دائما اقول لكم خلوا لها اضاءة قوية وانطوها سقي بانتظام وباعتدال، راح تبقى عندكم حافظة على شكلها سنين ما يصير بها شيء. انا عندي عجينة بالثلاجة طلعتها سويت عشاء السريع. طبعا راح اخلي لكم رابط هاي البيتزا كلش حلوة. هاي انا سويتها امس، بس هي موجودة البيتزا على قناتي اذا تحبونها كاملة، العجينة والوصفة كلها كاملة. هنا أنا طبعا سويتها بيتزا خضار وجبن، وهاي عندي صلصة سويتها وياها للبيتزا، سويتها أنا بيدي. فهنا أنا خليت لها الجبن والخضروات وخليتها بالفرن، كلش حلوة طلعت تجنن. راح أخلي لكم رابط البيتزا بالتعليق على مود ترحولها. هنا أنا عندي نبتة سألتوني عليها، سألتوني عن هاي النبتة اسمها المارنتة، نبات المصلي تلقون عليه، لأن هو تجي لفترات بالليل ينسد الأوراق مالته وبالنهار ينفتحن. هاي تحتاج إضاءة متوسطة، تحتاج سقي بانتظام، تحتاج درجة حرارة من 18 فما فوق. السقي مالها قلنا يكون بانتظام. تحتاج تسميد كل أسبوعين بالصيف، بالشتاء كل شهرين. أترككم في رعاية الرحمن أحبابي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعليقاتكم، لايكاتكم الراقية مثلكم. مع ألف سلامة.